استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. طارق بيه طبعا ببارك لك في البدايه، بطوله جديده بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي، رجاله النادي الاهلي، الدوري، ابطال افريقيا، ابطال الكاس، حابب تقول لكل ابطال الطارق في النادي الاهلي. الف مبروك، مجهود متميز الحمد لله. النهارده توج ببطوله كاس مصر. اللي انا عايز اقوله ان الحمد لله بالعمل الجماعي وبالتفاني اللي موجود فيه ناس كتير قوي في النادي الاهلي، كلهم في موقعه، في النهايه النتيجه بتبقى كده الحمد لله. الامور ماشيه على احسن ما يكون الحمد لله، انشائيا واجتماعيا، والالعاب اللي كان بيطلق عليها الشهيده الحمد لله كل الدعم من مجلس الاداره ومن كل العاملين في النادي ليها. ويتوج ان شاء الله بكره برضو ان شاء الله بالسوبر في اليد، وان شاء الله كل البطولات دايما للنادي الاهلي ان شاء الله. رغم الاجهاد والاصابات اللي كانت مع فريق الرجال، لكن كان عندهم اصرار كبير جدا بجانب المسانده الكبيره من مجلس الاداره. احنا شايفين النهارده الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ محمد الضماطي، النائب العامر فاروق، وده ما كانش بيحصل لطارق بيه الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. وفي مسانده الحاضر الغائب اللي موجود دايما، كابتن محمود الخطيب ان شاء الله يعود معافى سالما ان شاء الله لارض الوطن. فبلا جدال اللي احنا شايفينه قمه في حب النادي الاهلي. كان في لقطات جميله قوي شفتها من اللعيبه والجهاز قبل الماتش واثناء المباراه. دايما ان شاء الله ربنا يديمها نعمه، نعمه البطولات علينا ونعمه الاهلي ان شاء الله. الله يبارك فيك.